اتهم بشير القرعاوي مدير مركز البشير للتسوق في النجف أشخاصا قال إنهم حملوا شعارات سرايا السلام بمحاصرة مركزه التجاري وإغلاقه ومساومته على دفع مبلغ 4 ملايين دولار. وأضاف القرعاوي في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين إن السيد مقتدى الصدر تدخل لتخليصه من المجموعة التي وصفها بأنها عصابة متسترة باسم سرايا. وأكد القرعاوي أنه سيقدم شكوى ضد الأشخاص الذين حاولوا ابتزازه مطالبا الحكومة المحلية بحماية الاستثمار في المحافظة. وضعوا علامات لسرايا السلام، نحن لا نعلم هل هم من سرايا السلام فعلا أم من غير سرايا السلام. هذه عصابة وطالبت بالمال وطالبت بأكثر من 4 مليون دولار. سوف نقدم شكوى قضائية عند الإرهاب على من نشك بهم أو نعرفهم أو نتوصل إليهم. عدد العجلات طبعا كان غير طبيعي، أكثر من 20 عجلة سلفادور مسلحة هاجمت المركز وقامت بإغلاق المركز وقامت بمراسلتي عن طريق الهاتف الخاص أو عن طريق تليفونات ثانية أنهم يا أما يعملون هذا مرارا وتكرارا أو أني يسدد مبلغ. فعندما استنجدت بالسيد مقتدى الصدر في اللحظة تدخل وتدخل سرايا السلام سرية الحماية الخاصة بالسيد مقتدى الصدر وأغلقت الموضوع. بالنسبة للسيد جواد القرعاوي، هو أخي، هو موظف في المطار وهو يتمتع بالصلاحية القانونية والإدارية وهذا شأن إداري. أنا ليس لي علاقة بالسياسة، أنا أتكلم باسمي مدير شركة مجموعة البشير.